وبالتحديد أكثر على مستوى أنظمة التعليق من الجهة الأمامية ومن الجهة الخلفية، مطرح ما عم نشوف تطور ثوري جدا مع السسبنشن يلي يطلع عليها اسم M، وبالتحديد أكثر تم اكتشافها حصريا على طرازات الـ M8000 Arctic Cat Alpha 1 Models. سلطي انت يمكن عندك بعتقد بجدة بتعرف عم تنط من جبل ثلج لجيوم تاني، كيف حسيت هالفرق بالسسبنشن؟ صارت هيك اريح؟ شوف تهواني هذه الرياضه الى حد ما، بصراحه ما جت الفرصه ان انا اسوق واحد منهم، ولكن بحب دائما اقرا عن الجديد في عالم التكنولوجي في الدراجات. اخر خلينا نقول 10 سنين كل التطوير وكل الديفلوبمنت كان بينحط في السسبنشن الامامي ونظام التعليق الامامي. اليوم مع التكنولوجي الام او الام ديزاين للمساعدات الخلفيه، هذه فعلا هي النقله الجديده، يعني هذا حاجه ثورة خلينا نقول في عالم التكنولوجي في الدراجات.